جواها فلويد او سيمي فلويد ماتيريال، وقلنا ان اللاين باي ابيثيليوم ده ترو سيست والمين سودو سيست. دكتورين تطلعي قدام انا كتبتهم في سكشن فراغ. السودو سيست هو برضه قلنا هيبتيك سيست لوحدها الباثولوجيكال كافيتي، لكن ده سودو نوت لاين باي ابيثيليوم كونتينينج فلويد او سيمي فلويد ماتيريال، صح؟ وقلنا ان الترو سيست أو لما أسميه الأودونتوجينيك والنون أودونتوجينيك، يعني إيه أودونتوجينيك سيست؟ أسأل ولا بلاش؟ قلنا الأودونتوجينيك سيست ده السيست اللي طالع من الأودونتوجينيك اكتر من المندبل اللي لازم نعرف
ممكن تزيد اكتر فين؟ في الانتيريور بارت اوف الرسم، اللي هي مالتيبل وايتش بابيولز موجوده بتحصل للنيو بورن فين؟ على الانجلر ميكوزا اوف انفنتس، موجوده فين اكتر؟ في الانتيريور بارت اوف الرسم. يبقى الصوره دي زي اوبس في المخ، احنا فاكرين هي موجوده في الانتيريور بارت اوف الرسم. خلاص طيب، دي موجودة في الصف تشو، شوفناها اكسل؟ شوفناها اكسل؟ هشوف اكسل؟ لا، عشان هي صف تشو نيجاتيف من اكسل. لكن لما اجي اشوف لها بقى في الهيستوباثولوجي الثاني، اجي الشكل الثاني، ده الابيثيليال لاينينج وده الهيومن وده الكونكتيف تشو وان. امال مين اللي ظاهر ده؟ الجزء اللي فوق ده ايه؟ ده الميكوزا الطبيعية. احنا قلنا اي سيست في الهيست باثولوجي هتتكلم على كام حاجه؟ الهيست باثولوجي تحت المانجيوم الانتيريال لاينينج واليومن والكونكتيف تيشو وول. اي سيست في حياتي تجيني كلمه هيست باثولوجي لازم تكتبوا لي ثلاث حاجات، الانتيريال لاينينج والكونكتيف تيشو وول واليومن. لو اليومن ما فيهوش حاجه مميزه ما اكتبش غير ان هو فيه ايه؟ اللي هي فلويد وتيشو دبلي، لكن لو في حاجه مميزه بضيفها كمان، ده اليومن. خلاص يبقى مثبتين في دماغنا النيومن، بتكلم على فلويد وايه؟ تيشو دبرين. طيب في حاله الجينج بارسيست اوف نيو بورن دي بيثينيال لاين، مش شايفينه فين ولا فيك؟ قلنا مين الوحيد اللي كان بيبقى فيك؟ الوحيد هو الانفلاماتوري الانفلاميشن بيكسر هايبر بيج، لكن كل بقيه الديفلوبمنت فين؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليال، فين؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليال. الفيون بتاعي شايفينه مليان باللون الاحمر ده، مين؟ فيلد ويز كاركتر، عشان ده تاني ليجن بيبقى كريتينايز. مين الليجن اللي اخدناه كان كريتينايز؟ اللي هو ايه؟ اوبونتوجينيك كراتوسيست، اللي قلنا ايه؟ لو اسمه كراتو اللي فيها كاركتر، اوبونتوجينيك كراتوسيست. وادي تاني واحد بيبقى فيه كاركتر اللي هو الجينجي باسيست اوف نيو بورن. الابيثيليال لايننج بتاعي فين؟ ستريتيفايد سكويمس ابيثيليوم. اليومن بتاعتي فيلد ويز كيراتين، الكونكتيف تيشو وول مفيش اي حاجه مميزه، فري اوف انفلاماتوري سيلز. ليه ما فيهوش انفلاماتوري سيلز؟ ليه مش انفلاماتوري؟ هو ملوش سبب، ملوش انفلاماتوري ولا حاجه. يبقى الانجلن سيست اوف نيو بورن بشوف الشكل ده، مالت بالوايتش بابيول على الانجلن ميكوزا في الانتيريور بارت اوف مانزل. لما اشوف له اكس راي مش هلاقيه، هلاقيه مالت في الاكس راي. الهيست باثولوجي هتكلم على الثلاث حاجات، الاكسيليال لايننج فين؟ كيراتينايز ستريتفايد سكويمس ابيثيليوم، الهيومن فيلد ويز كيراتين، الكونكتيف تيشو بتاعي فري اوف انفلاماتوري سيلز. تمام؟ تاني واحد او اخر واحد في الاوبوجينيك سيست اسمه كيراتينايزنج اند كاسفاين اوبوجينيك سيست، الاسم الثاني بتاعه جارلينز سيست، اسم عالي جارلين سماها باسمه جارلين سيست. الاسم الثاني بتاعه كريتينايزنج كاسفاين اوبوجينيك سيست. فاكرين الاوبوجينيك سيست اتكلمنا كما قلنا ليه دي هاي بيبقى ليه اجريسيف كلينيكال بيهيفير صح؟ وده تاني واحد اللي اعتبرنا الاوبوجينيك كراتو سيست والسي او سي الاثنين نيوبلاستيك سيست. على ايه اعتبرنا البلاستيك سيست؟ يعني ليهم اجريسيف كلينيكال بيهيفير، العلاج بتاعه بيبقى فيري اجريسيف، انا ممكن اشيل جزء كبير من المادة بتاع البيشنت كمان معايا. هو اجريسيف جدا في التريتمنت واجريسيف كيميكالي طول ما هو موجود. خلاص؟ طيب في كام نوع اعرفهم من السي او سي اللي هم الجارلين سيست؟ اثنين، سوليد وسيستيك فورم. كلمة سيستيك فورم يبقى افهم منه ان انا هلاقي في النص فيه ايه؟ هلاقي في النص فيه ايه؟ كافيتي. سيستيك فورم انا افهم ان هيبقى فيه اليومن. امال ايه الصاليد؟ لا، ده الابيثيليال لاين يحصل بروليفريشن ويملى اليومن ما يبقاش فيه سبيس، فاقول ده سوليد فورم. يبقى سي او سي نوعين، سيستيك و سوليد فورم، والسوليد فورم ده اخطر بكتير من السيستيك، ده هو بقى ده اللي اخطر لهايلي اجريسيف كلينيكال بيهيفير. بيحصل في انهي عمر؟ في السكند جيت اوف لايف. بيحصل فين؟ في المجزلة. بيحصل في المجزلة أكتر من المجزلة 65% 35، بس الاتنين لو حصل فيهم هيحصل فين؟ في الأنتيريور بارت أوف المجزلة. السيستم مهم نعرف السايتس المكان فين. خلاص؟
رانجز فين، مش احنا اتفقنا دي قاعده عامه لكل السيست يكون لهم اسيمبتوماتيك سيستوليك رانجز فين الا اذا حصل لهم ايه؟ انفكشن. اذا حصل لهم انفكشن هو بيبقى رابيدلي جراوند وبيبقى ايه بيرفكت صح؟
ايه مصير الجلد سيلز الفيل بتاعها؟ مصيرها ايه؟ يحصل جواها كالسيفيكيشن، فممكن الاقي نقط بالازرق لوحدها كده ويمكن اكبر من كده كمان. دي بتبقى اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن. الديستروفيك كالسيفيكيشن دي نتيجه ايه؟ ده مصير الجلد سيلز. الجسم كده ممكن يبدا يعمل كالسيفيكيشن في اماكن معينه. يبقى دي سيريال لاين. الكلام هو شكله ايه؟ لا تبقى معايا شكل الاوضه الفيليا. البيزل سيل لاير بتاعتي زي يعني معاك الدكتوره زي الورد والجي كام نص السكشن ولا ايه؟ هو لسه في متر اهي حاسين لسه في متر وادي الاجازه بقى يعني متر مش عارفين ما هو ايه دكتور خدي الغاب هاتي الغاب انا عشان ما اقولش عارف يعني شوف معاك هو الدكتور بتشرحي لهم ايه؟ اسيست اور اسيست طيب اور اسيست دي اهم حاجه يلا ربنا معاك اهلا لا هو الدكتور دي حاجه مهمه جدا في المهتمين في الحضور بس هو مش يعني دكتور محمود طيب جدا Negative? No. Yeah. Yeah. Yeah.
الباثولوجي المفروض ما ننساش قبل الراديوجراف، لازم اعرف ان هو ريدي لوسنسي ويد راديو هيك فوسايل راديو باس اللي جت من فين، من الاستروفيك كالسيفيكيشن. تحت الميكروسكوب هتكلم على كام حاجه، ثلاث حاجات كانت على السينيا ماين وصفته، كلمت على الكرناتيك تيشو واتكلمت على النيورون. في اي مشكله؟ هندخل بقى على النون اوتوجينيك سيست، يعني الابيثيليوم ده بارد. ان الابيثيليوم ده طالب من اي ابيثيليوم ملوش علاقه بالتوث اصلا، ملوش علاقه بالجو، خلاص بيبقى الابيثيليوم ريليتد للفيشير تيشو. اول نوع ميزوليبيال تراكت سيستم، ميزوليبيال تراكت سيستم اسمه ميزوبالاتاين تراكت سيستم، اسمه ميزوبالاتاين، يبقى ده تراكت موصل الميزل كافيتي بالاورال كافيتي، صح؟ احنا في كده تيوب كبيره موصله الاثنين ببعض اسمها انسايزر كانال، اللي هي بتفتح البلد عن طريق انسايزر فورمن. في انسايزر فورمن مش احنا كنا بنرسم ماكزيلا، في ماكزيلا وننزل السكندري اللي هي الواي شيب، قلنا عند الواي شيب في انسايزر فورمن. الانسايزر فورمن دي اخر ايه؟ الانسايزر كانال، خلاص؟ يبقى في حاجه اسمها انسايزر كانال دي موصله النيزل كافيتي بالايه؟ البلد. بتفتح في الاورال كافيتي عن طريق حاجه اسمها انسايز الفرن. اي تراك متبطله من الجناب بايه؟ الابيثيليوم لاين. لاي سبب من الاسباب، حصل تروما، حصل انفكشن، ممكن يحصل حاجه اسمها سيستيك ديجنريشن ويذن الابيثيليوم. جوه الانسايز الكانال في تراك كده بتتكون اثناء الامبريولوجي، واحنا لسه بنتكون اسمها النيزو بالاتاين تراك. هو الانسايز الكنال دي حاجه اسمها ميزو بالاتاين تراكت، دي ديورنج الامبريولوجي، بس بعد ما احنا بنتكون في وقتنا دلوقتي ما عندناش ميزو بالاتاين تراكت، بيحصل لها ديستراكشن طبيعي نورمالي وتسيب مكانها ابيثيليال رابلنز. الرابلنز لاي سبب من الاسباب ممكن يحصل فيها بروليفريشن ويحصل جواها سيست فورميشن. يبقى في حاله الميزو بالاتاين تراكت سيست، السيست ده طالع من فين؟ من الابيثيليال رابلنز اوف نيزوبالاتاين تراكت. يبقى النيزوبالاتاين تراكت سيستم طالع من فين؟ من الانتيريال رابلنز اوف النيزوبالاتاين تراكت. دي لوحدها ربنا كده سبحانه وتعالى عاملها ليها وظيفه معينه، بعد ما بتخلصها يحصل لها ايه؟ ديسنتجريشن، بتقص وتسيب مكانها بقايا، فكرة ان انا كنت موجود. حلو جدا؟ في نوعين، نوع انترا اوسيس جوه العظم جوه الانسايزر كانال، وفي واحده في السوفت قريب من الانسايزر فورم. لو قلت لكم ان هي جوه العظم هتشوف اكس راي ولا مش هشوف لها؟ هشوف لها. في الحاله دي اللي بشوفها انسايد البون بقول عليها انسايزر كانال سيستم. النيزو بالاتاين ده العنوان الكبير، متقسم لحاجتين، انسايزر كانال سيستم ده انترا اوسيس، افهم دي جوه العظم، وسيست تاني اسمه سيست اوف بالاتاين بابيلي، ده بيطلع قريب قوي من الانسايز الكورمال في السوفت تيشو، فده سوفت تيشو سيست وده انترا اوسيس سيست. يبقى النيزو بالاتاين الاثنين طالعين من فين؟ من الابيثيريال ريمنانس اوف نيزو بالاتاين تراك. قسمناها النوعين انترا اوسيس سميناها انسايز الكنال سيست، تطلع جوه الانسايز الكنال، والتانية اسمها سيست اوف بالاتاين بابيلي، اللي طالعه في البابيلي اللي هي النير القريبه من ايه؟ من الانسايز الفرن. حلو؟ شايفين ايه؟ ريديوسنسي من بره، فيديو اوبيك مارجن، خلاص بتبقى واخده اشكال كتير، اوفال او راوند او هارد شيب، ده مميز جدا بالنيزو بالاتاين. جه منين القلب الرومانسي ده؟ ليه بقى هارد شيب؟ برافو عليك. انا بصور الكون، فممكن الكون يعمل سوبر امبوزيشن للنيزل سباين على الليجن، فيقسمه لنا نصين، يعني افهم من كده ان الجزء اللي ريدي اوباستي اللي في النص ده مين؟ ده النيزل سباين اللي حصل له سوبر امبوزيشن على الليجن بتاعي. يبقى الريديو جراف، الريديو جراف لمين؟ للنيزو بالاتاين تراكت سيستم، بقول وي ديفاين
ريديلوسنسي وذ ريدي اوبيك مارجن. الريديلوسنس دي ممكن تبقى راوند، ممكن تبقى اوفاي، ممكن تبقى هارد شيب. الهارد شيب دي نتيجه سوبر امبوزيشن اوف النيزل سباين اون ذا ليجن. خلاص طيب موجوده فين بقى الليجن ده؟ بيطلع فين زي ما انتم شايفين between the upper central incisors the midline. اول ليجن بتاعته في الميدلاين جنب عقبه. خلاص يبقى ده بيطلع فين تاني عشان ما يتوهش من بعض هنا كده يا جماعه. انا بتكلم على النيزوبالاتاين تراكت سيست. بما ان انا قلت النيزوبالاتاين يبقى انا متاكد ان هو طالع في الميدلاين في الانتيريور بارت اوف بالت. خلاص عرفت ان في كام نوع من النيزوبالاتاين؟ 9 incisors canal cyst the intraosseous cyst of palatine papillae at the point of opening of the incisive canal اللي هي موجوده near the ايه incisive foramen. لما شفناها اكس راي شفناها اكس راي بيبقى شكلها ايه؟ ويل ديفاين ريديلوسنس ويذ ريدي اوبيك مارجن. الاشكال بتاعتي راوند او فويد او ما تنساش هارد شيب ريديلوسنس. Hardship that nature superimposition of nasal spine on the lesion. حددت في اي مشكله؟ موجوده فين؟ between the roots of the upper central incisors. يبقى اعرف ان هي موجوده في الميدلاين ولما بتيجي تيجي between الايه؟ ال upper central incisors. هي اسنانها بتاعتها بط ولا جنب بط؟ بط مالهاش علاقه بالاسنان اصلا. الاسنان بتاعتي vital tooth. اجي اشوفها بقى اسمه ايه؟ نيزو ليبيال سيستم.
بيبر قوي كده نبين البيشن ده النوز بتاعته مرفوع العلق ده نوز الطرف بتاع النوز اللي زي بنقول عليه البيشن العلق ده نوز ممكن يعمل نيزل اوبستراكشن يقفل النوز. فاكرين لما تيجي ترفعوا شفتكم كده في جزء ديبرشن من فوق ده اسمه نيزو ليبيال فولت. احيانا بيحصل اوبستراكشن للنيزو ليبيال فولت. خلاص النيستو باثولوجي نفس الكلام بالظبط على حسب البوزيشن بتاعه بس هو في الغالب بيبقى ريليتد للريسبيراتوري اكسي لكن سام تايم ممكن الاقيه ستريتش فاسكوس اسال قريب قوي من الاورال كافيتي. الكونكتيف تيشو ما فيهوش اي حاجه مميزه فيها كونكتيف تيشو طبيعي الميوكس سيلز الطبيعيه. ليه الميوكس سيلز طبيعيه؟ لان قرب البلد البلد مش فيه ميوكس بلاكس خلاص فده طبيعي لكن مفيش حاجه مميزه في الكونكتيف تيشو. الإبسيليال لاين سودو ستراتيفايد إبسيليال أو أحيانا قليلة بيبقى ستراتيفايد سكويمز. الكونكتيف تيشو بتاعتي ما فيهوش أي حاجة مميزة كونكتيف تيشو طبيعية كولاجين فايبر فايبر بلس بلاد فيسلز وميوكس جلاندز. الميوكس جلاندز لازم تبقى موجودة طبيعية اللي هي نيل ريفاكت. خلاص في أي مشكلة؟ ما أنا اتكلمت على كام حاجة نون أوبوتوجينيك اللي هما نيزو بلاتاين قسمناها كام نوع؟ incisive canal cyst و cyst of palatine mammae. The incisive canal cyst اللي هو اكس راي بيبقى شكله ايه الاكس راي؟ يا راوند او بوينت وود وود ديفاين وود ديفاين اريا وذ وذ ايديو بيك مورتز وذ يعني اريا دي بيبي راوسس دي ممكن تبقى راوند في أي مشكلة حاجة دلوقتي؟ هو أصلا